ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس 8 سبتمبر أيلول 2022. النهاردة ممكن يكون يوم مثالي لكل مواليد الجوزاء، هتكون عندك قرارات كتيرة مالية في صالحك، هتحظى بخلالها باحترام وتقدير في مكان الشغل. اليوم ممكن تحصل على راحة من كل أمراضك اللي بتعتبر طويلة المدى، هتكون عندك سعادة فرح وحب وحياة زوجية بشكل عام. هتكون آلهتك في اليوم ده في صالحك، هتشارك سعادتك مع كل الأشخاص اللي حواليك، مش هيجوز إنك تهين كبار السن. ممكن إنك تشعر بخيبة أمل كبيرة من جانب الحب في اليوم ده، أي حاجة بيقولها ليك زوجك ممكن تبقى بتؤذيك بشكل كبير. بيقضي اليوم القمر في برج الدلو، هنكون من خلاله منجذبين لكل الحاجات اللي بتعتبر غير عادية وغير تقليدية. عندنا استقلال ومساومة وحرية وأمور كتير حيوية علشان نشعر من خلالها برضا عاطفي عن موقعنا في الفترة دي. هنكون بنهدف اننا نكون منصفين وصادقين اكتر، هننجذب لطرق كتيرة جديدة وفريدة من نوعها علشان نتعامل مع العالم من حولنا. الصباح ده هيبقى بيثير عبور القمر، بالتالي هيبقى فيه مشاعر فيها قلق فيها تمرد، بينما نكون اكتر وعي بفوائد كتيرة ما بين بعض القيود اللي هتكون عندنا. بيتلقى القمر بالزحل في الفترة دي، الا انه مش هيبقى فيه من الصعب انه يقبل ساحة حرب النهاردة ويكسر فيها كل القواعد اللي قدامه.